محاضرة رابعة خمسة، الإفتاء والتدريس والحياة العامة في حياة الإمام البخاري. جلس الإمام البخاري مجلس التدريس والإفادة بعد مطالبة شديدة وإلحاق عظيم من المسلمين، ولم يكن هذا الإصرار منهم إلا لما شاهدوا فيه من مواهب ربنا أعطاها له، نعم كبيرة جدا عظيمة جدا نادرة من القوة والاجتهاد العظيم، معرفة الخارقة في علم الرجال، النبوغ الباهر في فن الحديث، استنباط النكات يعني الغرائب الأمور العجيبة، الاطلاع الواسع على العلل الغامضة في الحديث، مما لا يكاد يخطر في بال كبار مهرة أهل هذا العلم، حتى كبار المهرة فيهم. زيادة على هذا فقد كانت ذاكرته الموهوبة وذكاؤه النادر، فقه العميق، كل ذلك زاد نور على نور، حتى إن الناس كانوا يصححون كتبهم بحفظه وتراجم أبواب الجامع الصحيح، فجلس يعلم الناس. قال حاشد بن إسماعيل: كان أهل المعرفة يعدون خلفه يجروا وراه، كل بلد يروح فيها يمشي وراه في طلب الحديث وهو شاب، حتى يغلبوه على نفسه ويجلسوه في بعض الطريق. قالوا: كفاية كده، تعبتنا، انت عمال تلف من بلد لبلد مش هترتاح بقى، اقعد عشان نسمع منك. فيجتمع عليه ألوف وأكثرهم ممن يكتب عنه. قال: وكان البخاري شابا لم يخرج وجهه، لسه ما طلعلوش الشعر في وجهه. قال أبو بكر بن أبي عتاب الأعين: كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي، هذا شيخ البخاري، وما في وجهه شعرة، لسه ما طلعلوش الشعر، بنكتب عنه. قال ابن حجر: كان موت الفريابي سنة 212 للهجرة، وكان سن البخاري إذ ذاك نحو من 18 عاما أو دونها، يعني لما مات الفريابي كان عنده 18 سنة، وهم كانوا واقفين على باب مين؟ الفريابي عشان يتعلموا، استنيني إذن لهم بالإيه بالدخول عشان يتعلموا. مع هذا الصغر الناس كانوا يجبرونه على التحديث، هذا عجيب، يجبرونه على التحديث، يرحون عليه علمنا، ويصرون على أن يعني يشرف مجلس التدريس. لكن البخاري كان يفضل التواضع. يروي تلميذه وراق محمد بن أبي حاتم عن إمام المحدثين أنه قال: ما جلست للتحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم، لما عرفت العلل، وحتى نظرت في كتب أهل الرأي الفقه، أهل الرأي العراقيين يعني، وما تركت بالبصرة حديثا إلا كتبته. شغال يحفظه وروح البيت يدون، يقعد عند الشيخ ما يشيل ليه شنطة ويتعب حاله وورق وقلم، ربنا أعطيله ذاكرة لاقطة سبحان الله بالصوت والصورة، يعني يروح يكتب. طبعا لا يخفى على أهل علم الحديث أن تمييز الصحيح من السقيم من الحديث أمر بالغ في الصعوبة، بيحتاج إلى براعة في عدة علوم زي التاريخ، الأنساب، المواليد، الوفيات، المعرفة التامة بالعلل الغامضة، معرفة مراتب الجرح، التعديل، الكمال في قوة الاجتهاد. هذه المواهب كانت تدعو شيوخ الإمام البخاري على أن يحرصوا أو يحرضوا الناس ويرشدوهم إلى الأخذ منه، ولهم روحوا خذوا منه. إسحاق بن راهوية يقول: يا معشرة، أو راهوية احنا ذكرناها، يا معشرة أصحاب الحديث، انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه، فإنه لو كان في زمان الحسن بن أبي الحسن البصري لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه. الحسن البصري في مراسيله كلها معظمها ضعيفة، يعني لو كان البخاري جنبه كان صحح له كثير قوي قوي قوي. يعني لما بدأ الإمام البخاري يعقد مجالس التدريس واشتهرت مجالسه، انكب عليه الناس انكبابا، كان الناس سبحان الله بيأتوا للعلم من كل مكان، من كل مكان، لا يكاد يوجد في مجالسه موضع قدم، وعقد هذه المجالس في كل مكان يذهبه، في البصرة، في بغداد، في بخارة، واستمر في مجالس التدريس في أواخر أيامه في بخارة حتى آخر عمره. بس الشيء بالشيء يذكر، رحمه الله الشيخ أستاذنا الغزالي، توفي سنة 1996 ميلادية، لما طعن في السن كان دائما يجلس في بيته يقرأ أو يكتب، وعند المغرب ينزل في أي مسجد يصلي، ثم يعطي الناس إيه؟ قليلا مما يعلم،
رحمه الله. هكذا أهل العلم. أنتوا عارفين إن زكاة العلم إيه؟ إخراجه. زكاة العلم. شوفي لما بتطلعي فلوس لله، إيه اللي بيحصل؟ يضاعف لمن يشاء، مش كده؟ والمضاعفة عجيبة. في ابن كثير أظن في شرح الآية 40 أو 38 أو 39، نشوف لك الآية أتأكد منها. وماذا عليهم لو آمنوا، الآية 39، ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. واحد بيسأل أبو هريرة، بيقول له يا أبو هريرة هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن الله يضاعف الحسنة 1000 1000 حسنة؟ قال لا، ولكن سمعته يقول إن الله يضاعف الحسنة 2000 2000 حسنة، يعني 2 مليون. بس دي درجات الإخلاص، بس عشان ما تستغربش، هذه درجات الإخلاص. في ناس كده أعمالهم فوق خالص خالص خالص. ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. هذه هي المضاعفة. كذلك العلم، كل ما تطلع العلم، كل ما ربنا يرزقك فهم عن الله جديد. فزكاة العلم إيه؟ زكاة العلم إخراجه. إخراجه.